أهلا بكم مشاهدينا. أعلن وكيل وزارة المالية مك مرغني عن ترتيبات للدولة لرفع الدعم عن السلع وإعادة هيكلة الدعم، واصفا الدعم الحالي بأنه مشوه ولا يحقق عدالة، حيث يذهب المستحق وغير المستحق، لافتا إلى تحول الدعم إلى مالي يستهدف المستحقين، ويتم تقديمه من خلال بطاقة بيولوجية خاصة بالمستحقين، وفي المستقبل سيتحول الدعم إلى دعم مالي مباشر. ووصف الوكيل موقف انسياب السلع الاستراتيجية بالمطمئن جدا، وأنه لا توجد مشكلة في الدقيق أو الوقود، وأن الدعم الخارجي مستمر، مشيرا إلى أن أولوياتهم توفير 7 سلع استراتيجية هي الوقود والقمح والأدوية والسكر والزيت والأرز والعدس.